ايه ده في ايه؟ بس 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 في ايه؟ في ايه ده في ايه؟ ايه يا ريان في ايه يا ريان؟ انت قافل تليفونك ليه؟ هتلاقيه فصل شحن وانا نايم ولا حصل اي حاجه في ايه؟ طب يلا ادخل البس انجز يلا يا طارق. ما تقولي لي ايه اللي حصل في ايه؟ البيه بتاعك رفع قضيه طرد والورق لسه واصل مكتب اونكل مراد، فلما اكلمك كتير وحضرتك ما ردتش كلمني قال لي اجيبك ونروح له. هو اللي رفع عليا انا قضيه؟ اه يا حنين هو اللي رفع عليك قضيه. انجز يا طارق الراجل مستنينا. لا مش قبل بقى ما اديله كلمتين الاول عشان انت رايح فين؟ ممكن مراد اكد عليا ان احنا ما نتكلمش معاها خالص ولا نحتاج كبير لغايه ما نروح ونفهم ايه اللي حصل. انا هدخل انجز يلا. ايوه ايوه ايه الوقفه العجيبه دي؟ ايه في ايه؟ بتبصي لي من فوق لتحت كده ليه؟ مش عاجباكي؟ عفريتة هانم قدامك؟ اوعي كده. هو ايه اللي اوعى؟ انت اللي ايه وداخله فين كده؟ ها انت مالك يا حبيبتي؟ مالكيش دعوه بيا خالص، ما تتدخليش، اوعي كده. لا مش هوعى، انت بلاوي ايه اللي بتتحدف علينا دي يا رب؟ حصلت كمان تقولي بلاوي؟ لا لا ده انا بصي الصينيه دي وعلى وشك على طول باللي فيها، ايه رايك؟ ابعدي عن وشي بقول. طب انا مش هبعد عن وشي، وبعدين انا عايزه افهم حاجه. شقه وفيها اتنين رجاله. واحده زيك بقى داخله تعمل ايه؟ لا والله ضحكتيني، ما تقولي الكلام لنفسك يا حبيبتي. إيه شقة فيها اتنين رجالة وحضرتك سنيورة واقفة في وسطيهم، ممكن افهم بتعملي ايه لوحدك هنا؟ اوعي كده يا بت. بت؟ مين دي اللي بت؟ بقول لك انت فظيعة وانا مش عارف ارد عليك، اتفضلي يلا برا. انا اطلع برا؟ طب ماشي يا استاذ رمزي. استاذ رمزي؟ ايه 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 استاذ رمزي؟ ايه ايه في ايه يا مدام سرية؟ في ايه؟ البتاعة اللي واقفة ورايا دي ها بتقولي ايه؟ اطلعي برا. ازاي الكلام ده؟ بقول لحضرتك ايه؟ البيت ده بيتي، اعزم فيه اللي انا عايزه ويجيني في اي وقت. مين حضرتك؟ انا اللي مين اصلا؟ انت اللي مين؟ ولا انت نسيت نفسك فعلا وفاكر ان ليك حق في البيت ده؟ عموما المساله كلها مساله وقت، وانا لو منك اخدها من قصرها وامشي بكرامتي. انا ما اتعودتش ارد على ستات، اخلاقي ما تسمحليش بكده. وبعدين انت مش ستات، انت حيالله من دور عيالي، بس لو ناقصك تربيه اخرس واوعى تكلمني بالطريقه دي، انت فاهم ولا لا؟ خرس حسك واتقطم نصك. انت تقولي له اخرس؟ سيبني عليها بس يا مدام سوريا. سيبني عليها انا اتخرب. خلاص 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 خلاص، واضح ان الكلام مش نافع. وانت تقدر تقولي ايه؟ ايه ده ايه ده؟ هو في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا ريهام؟ ايه اللي حصل؟ تعالى يا استاذ طارق شوف صاحبتك ولا خطيبتك بتكلمني ازاي. بس انا هقول ايه؟ اذا كان ابوك اللي رباك سنين ما كانش فارق معاك، انا هفرق معاك؟ يلا مدام سوريا. وايه اللي حصل فيه؟ حرقوا دمي هو والبتاع اللي معاه دي. اهدي بس وقولي لي ايه اللي حصل، ولو حد فيهم غلط فيكي هروح اجيب لك حقك دلوقتي. لا انا خلاص رديت عليهم كويس. ما يلا بقى اونكل مراد مستنينا. يلا يلا. ايه يا استاذ رمزي شايفاك سرحان كده ومتضايق، في ايه؟ زعلان، حزين قوي على نفسي. اول مره في حياتي حد يقول لي اخرس. ومن مين؟ من عائلة صغيرة ما تجيش قد ولادي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.